ومن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو العاصمة الجمانة متوجها إلى الدوحة العاصمة القطرية. وكان في ودائه عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم رئيس الحكومة الانتقالية ومعاوني فخامته في الأمانة العامة والمكتب المدني. وهكذا هبت الطائرة التي تقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية ضيف قطر في زيارة أمل وصداقة إلى دولة قطر، والتي تعتبر أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية للدوحة منذ توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بتشاد. بمطار الدوحة استقبل فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الخارجية القطري وسفير تشاد بالدوحة سعادة علي صوصة الإبراهيم. وبعد استئراد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفارغ محمد إدريس تبيتنو تشكيلة من حرس الشرف التي عدت خصيصا لاستقباله بالمطار الرئاسي بالدوحة العاصمة القطرية، وبعد تقديم التحية تقدم للسلام على رئيس الجمهورية عدد من الشخصيات السامية القطرية والوفد الوزاري وبعض مساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني الذين جاءوا في المقدمة. كما حضر الاستقبال أعضاء البعثة الدبلوماسية التشادية بدولة قطر. هذا وبعد مراسم الاستقبال توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي ووزير الخارجية القطري إلى صالة كبار الزوال بالمطار الرئاسي وتباحثا سبل تعزيز وتقوية التعاون المشترك بين الجمانة والدوحة في شتى المجالات التي تأتي بالمصلحة للشعبين. ومن ثم غادر رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو المطار متوجها إلى مقر إقامته. وفور وصوله تجمع عدد كبير من الجالية التشادية المقيمة بقطر لاستقبال قائدهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو. ويرافق رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الزيارة وفد رسمي عالي المستوى يضم كل من وزير الخارجية ووزير المالية وبعض من مساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني. التالي فقد استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور عدد كبير من المسؤولين القطريين. تمت جميع الترتيبات والتشريفات بالديوان الأميري لاستقبال رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو. وفور الاستقبال الحار اصطهب الأمير القطري ضيفه رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى صالة كبار الزوار بالديوان العميري. وقبيل بدء المحادثات قام الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمصافة الوفد المرافق لرئيس الجمهورية. ومن طرفه أيضا قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تبيتنو بمصافة المسؤولين القطريين. عقب ذلك فقد أجرى رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تبيتنو محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت هذه المحادثات وجود توافق تام بين جمهورية تشاد ودولة قطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتي توسعت لأعضاء وفدي البلدين. وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تجارية أو دبلوماسية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي والأفريقي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي لا سيما بين تشاد وقطر. وأعرب الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن عمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تبيتنو على زيارته لدولة قطر. وقال الشيخ تميم نستمد دور تشاد الإقليمي والأفريقي والعربي، مضيفا أن تشاد لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة وفي العالم العربي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم عابرة الحدود. وأضاف أمير قطر نحن بحاجة إلى تشاد لأن العالم العربي يمر مع الأسف بكثير من الأزمات الإرهابية والتطرف. من جانبه ثمن رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو دور قطر الإقليمي والأفريقي وإسهامها في حل الكثير من النزاعات. وبشأن المحادثات التي جمعته مع أخيه أمير دولة قطر أكد أنها كانت بناءة وطيبة، مؤكدا الفريق محمد إدريس تبيتنو عزمه على العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتكوين لجنة مشتركة بين قطر وتشاد لمتابعة كل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. وأن أهم ما جرى في اللقاء الذي جرى بين فخامة رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو والأمير القطري تحدث وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج السفير شريم محمد زين فقال تشاد قدم كمان مشاريع
للتمويل هنا مشاريع هنا بناء طرق وهنا بناء هنا حتى هنا الطاقة الشمسية هنا 200 ميجاوات وفي مشاريع آخرين كثير. الشيء المهم جدا في هذا الزيارة ده، الزيارة ده يفتح صف جديد في علاقات بين قطر وتشاد. والأمير قطر أعطى استعداد كامل حقه وبقول كل شيء الأول ما بقي إن شاء الله من هنا لقدام يبقى، وعندنا عشم إن شاء الله في وقت قريب في يكون ملاقاة بين الوزراء المتخصصين عن تشاد وعن قطر عشان كل الملفات دي يشيلوهم واحد واحد ويشوفوا كيف ننفذوا. وعندنا لجنة مشتركة كمان مكون من 2011 وما اجتمع ولا مرة، هذا كله ناقشنا فوقها. وأمس الوزير المالية كمان التقى مع زميله عن قطر وخدمه في ملفات وعدين، وإن شاء الله في أقرب وقت ملاقاة فنية يكون على مستوى الوزراء والخبراء هنا في قطر أو في نجمنا، وإن شاء الله مواعيده كله يشوفوه. وبعد الاجتماع بين الرئيس والأمير أخذ حوالي 40 دقيقة في ملاقاة خاص بين الرئيس والأمير كمان حوالي مدة ساعة، وهذا بوصف أن اهتمام بالجانبين لتطوير العلاقات بين البلدين يعني كبير، وإن شاء الله هذا شيء مهم جدا وزيارة إن شاء الله زيارة ناجحة. والنتائج عن الزيارة ده إن شاء الله نحصلوها في أقرب وقت في بلدنا في تنفيذ المشاريع. وتحقيقا للعلاقات الثنائية التي تربط بين جمهورية تشاد وفرنسا في مجالات مختلفة، وخاصة المجال الأمني والعسكري ومحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل. في هذا الإطار وأثناء إقامته بالدوحة العاصمة القطرية، استقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تيبي إتنو وزير الخارجية الفرنسي المكلف أوروبا جان إيف لودريان. المقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادل في الخارج السفير شريم محمد زين ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني والعسكري. خلال المقابلة طرحت المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلاد وفرنسا، مشيدا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تيبي إتنو بالتعاون المشترك بين البلدين، خاصة وقوف فرنسا مع المجلس العسكري الانتقالي والحكومة التشادية خلال هذه الفترة الحالية المهمة التي تمر بها البلاد. وزير الخارجية الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية أشاد بالشراكة والتعاون بين نجمينا وباريس، خاصة حول التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب في أفريقيا. وقال جان إيف لودريان: تشاد قدمت الكثير في مجال الأمني ومحاربة الإرهاب في أفريقيا ودول الساحل، لذا نقدر جهود الحكومة التشادية والجيش التشادي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. قامت رئيس الجمهورية لدولة قطر مكللة بالنجاحات، حيث كانت المحادثات ناجحة. كما رحب القطريون بالعلاقات التشادية مجددين نيتهم للتعاون مع بلاد تومي.